أشادت السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما بتجربة قطر في توفير فرص التعليم للفتيات. جاءت تصريحات أوباما في كلمة ألقتها في الدوحة أثناء افتتاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم، وأشارت إلى أن نحو ثلثي طلبة الجامعات في قطر ونحو 40% من قوة العمل من النساء. مشيرة إلى أن ذلك لم يتحقق صدفة إنما جاء نتيجة جهود القيادة القطرية كما أشادت ميشيل أوباما بجهود الشيخة موزة بنت ناصر رئيسة مؤسسة قطر في مجال التعليم